سجلت دولة الكويت قفزة نوعية في مؤشر الأداء البيئي العالمي الصادر عن مركز البيئة التابع لجامعة ييل الأمريكية، متبوئة المركز 61 من مجموع 180 دولة خاضعة للتقييم، بعد أن كان تصنيفها 13% في العام 2016. ووفقا لهذا التقييم الجديد، فقد جاء ترتيب دولة الكويت الثاني خليجيا وعربيا في هذا المؤشر بعد دولة قطر حسب آخر تقرير صدر يوم أمس عن المركز المذكور. وفي هذا الصدد ثمن الشيخ عبد الله أحمد الصباح مدير عام الهيئة العامة للبيئة جهود مؤسسات الدولة الحكومية والأهلية والتطوعية العاملة في تحسين الأوضاع البيئية في البلاد وآليات التعاطي مع السياسات الجديدة للهيئة العامة للبيئة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد الأحمد نائب المدير العام لقطاع الرقابة البيئية. دكتور، بعد التحية، ما هي دلالات هذا الترتيب الجديد لدولة الكويت في مؤتمر الأداء البيئي العالمي؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، كل التقدير على اهتمامكم وعلى تواصلكم معنا في نشر يعني هذا التقرير ونتائج هذا التقرير. ما في شك ان هذا يعني يؤسس لمكانة دولة الكويت على المستوى الدولي، ويؤكد على ان الكويت احد الدول المهتمة وذات يعني الاستثمار المباشر في القضايا البيئية، بما يحقق باذن الله يعني صحة الناس والحفاظ على المقدرات الطبيعية. إذا تسمح لي أستاذي الفاضل اليوم أشرح بس للسادة المشاهدين يعني أساس هذا التصنيف. هذا التصنيف يعتبر واحد من أشهر وأفضل التصانيف الدولية الصادرة عن جامعة مرموقة مثل جامعة ييل الأمريكية، مركز البيئة في هذه الجامعة. ينظم يعني هذا المركز كل سنتين تقرير، أو يصدر تقرير يقارن فيه أداء دول العالم من ناحية البيئية، ويعني يتعرض لأكثر من 180 دولة على مستوى العالم. هذا النوع من التقارير تأخذ بعين الاعتبار نقطتين أساسيتين، موضوعين أساسيين: موضوع النظم الطبيعية، ومثل يعني جودة المياه والشرب وما شابه ذلك والهواء، والأمر الآخر تعرض الآثار الصحية المحتملة نتيجة الأنشطة البشرية في أمور كثيرة مرتبطة بتلوث الهواء أو المياه أو ما شابه ذلك. لله الحمد أن في هذا العام خطط الكويت يعني خطوة واضحة، وانتقلت بأكثر من 52 مرتبة على مستوى العالم، تبوأت يمكن المركز الثاني خليجيا، وتعتبر من دول الثلث الأول على مستوى العالم في يعني تصنيفها في هذا المؤشر، ما يعني يؤسس داخليا لنا يعني الارتياح فعلا أنه الاستثمار النيابي الحكومي المشترك في الشأن البيئي، باعتبار الحكومة البيئة أحد مكونات الرئيسية لخطة التنمية، باعتبار الأخوان في مجلس الأمة للبيئة كأحد اللجان الهامة في مجلس الأمة الموقر، انعكس بشكل واضح على صدور قانون نوعي في العام 2014، واليوم نعتقد أن هذا أحد الأسباب الرئيسية لهذا التطور الكبير في الأداء البيئي لدولة الكويت على الصعيد العالمي. ما في شك أنه هذا الأداء كان ناتج عن تعاون كبير جدا ما بين المؤسسات الحكومية مع الهيئة العامة للبيئة، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني، ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن نتمكن خلال التقارير القادمة أن نكون في مواقع أفضل، لأن دولة الكويت تستحق ما هو أفضل من ذلك أيضا. نعم، الدكتور محمد الأحمد نائب المدير العام لقطاع الرقابة البيئية، نبارك لكم هذا الإنجاز وشكرا جزيلا لك.